بعد ما فحصنا الإشارات، شوف صورنا منطلقات النارية يعني، وحددنا الهدف وينه. ها الآن نرجع نتأكد إنه هل يوجد معدن ولا لا. طبعا الهدف هو تحتنا أكيد، وهذا وينه اللي يقول نفحصه بالجبال. إحنا قد جينا الجبال وفحصنا رقم الجبال العخال، تمام. واحد من المشتركين قال لي لازم فحص على الجبال، معلش فحص على الجبال. هذا ممكن يشوف ايش يتاكد له، هل في الجبل نفسه في بو معدن ذهب؟ تمام. الان احنا حددنا الهدف بهذا الاتجاه، تمام. بقى نفحصه فحص بهذا السيخ، نشوف هل يوجد ولا ما يوجد، تمام. يلا نتوكل على الله، نشتغل معكم بشفافيه وكل مسمى. طبعا المكان خطير، مشي مشي بصاب بصاب، صح. طبعا هذا السيخ لتأكيد المعدن، ما لهش علاقة بالفراغ. الفراغ ما هذا، إذا في معدن ذهب فيتحرك، ما فيش ما فيش. نفحصه يعني فحص دقيق دقيق، لا يوجد. الغرفة اللي عاد عندك، صح؟ يمكن ترجع كذا. اللي قال نسيخ ما اشتغل في الجبال، اذا اشتغل له ما فيش. تمام ايوه. الان بعض الأحيان قد يكون يتحرك السيخ، يكون يتحرك معك يعني، بس تأكد أنت بيكون فاعل هواء، بيكون بيذا بعد، صح. ممكن بعض الأحيان بيكون يلف يأكس، لكن انتظر شوف إنه بينفرج ولا لا. بعض الأحيان يأكس ويرجع يعتدل، معناته إنه ما فيش. قدم 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 تماما، خلاص. أنا قد يكون دلدعنا، صح؟ ولا عدو عندك؟ نعم نعم. يا صدرك هكذا هكذا عشان تكون معلم. ولا في حاجة، مشينا هكذا هكذا هكذا، دورنا ما فيش ما فيش حتى الآن نهاية الفراغات، معناته إنه منهوب فعلا ولا يوجد فيه حاجة. أصحابه اللي وضعوا اللي عملوا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.